اهلا بحضراتكم مين جديد. طبعا الفتره الاخيره بنتكلم عن لاعبي النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، وفي ارقام واحصائيات مهمه جدا بخصوص لاعبي النادي الاهلي. النهارده معانا اثنين من ابرز نجوم القلعه الحمراء، بل كمان احدهم ابرز اللاعبين المحترفين الاجانب الموجودين في الدوري المصري، اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه. اليو ديانج يعد من ابرز المحترفين الموجودين في الدوري المصري، وعمل انطلاقه كبيره جدا بخصوص لاعبي خط الوسط في مصر خلال اخر سنتين. صفقة كانت مهمة، أرقام مميزة. تعالوا نشوف في الفيديو جراف أبرز أرقام أليو ديانج مع الأهلي منذ انضمامه خلال الفترة الأخيرة. أحد أبرز المحترفين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، النجم المالي لاعب خط وسط الأهلي أليو ديانج. طيب محمد مجدي قفشة صاحب القضية في نهائي القرن. أول ما تقول محمد مجدي قفشة، اللعبة المميزة والهدف التاريخي، هدفه في الزمالك في نهائي القرن عام 2020. زي ما شفتوا طبعا ارقام محمد مجدي قفشه، احد ابرز اللاعبين اللي انضموا للاهلي خلال اخر سنتين، القاب عديده مع الاهلي، وبكل التوفيق يا رب باذن الله لاعبي النادي الاهلي. احنا بس الفتره الحاليه بنحاول بنعمل فيديو جراف كده لكل نجوم ولو كل اللاعبين عشان الناس تعرف ابرز ارقام اللاعبين والمسيره الطيبه اللي اتحققت خلال السنتين اللي فاتوا، وكمان لسه ان شاء الله مستمرين مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب